السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اظهار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه السوداني. قناة السودان اليوم. السودان دي الاعلى ضمن دولة الاشتراك والانضمام الينا، وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. تصل اسعار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه السوداني مساء امس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الاربعاء 2 ديسمبر 2020. تنويه: أسعار العملات ليست ثابتة أو مستقرة وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فرج الانتباه عند التعامل. الدينار الكويتي 731 جنيه، الدينار البحريني 590 جنيه، الريال العماني 570 جنيه، الجنيه الاسترليني 324 جنيه، اليورو 309 جنيه، الدولار الأمريكي 265 إلى 267 جنيه، الدينار الليبي 74 جنيه، الدرهم الإماراتي 71 جنيه، الريال القطري 72 جنيه، الريال السعودي 70 جنيه، الجنيه المصري 17 جنيه. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.